رضا درويش. أيها السادة، سيرتقي منصة التلاوة الآن قارئ الملوك والأمراء والرؤساء، والذي سعدنا به الأمس على إذاعة القرآن الكريم، والذي نسعد به دائما في قرآن الفجر وقرآن الجمعة، فضيلة مولانا الشيخ الدكتور عبد الناصر سعد حرق، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففزع من في السماوات ومن في الأرض ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء Oh.
وعليك حبيبي. ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله
صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
هبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما اي قرى على دماغي الا انت في قلبي بحبك يا عم الشيخ عبد الناصر الله يفتح عليك يا استاذ بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا فين الهمة دي؟ أهلا وسهلا حكم الله يصلح حالك حاضر الله يصلح حالك الله يرحم الله يرحمك الله يرحمك. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إنه كان من المفسدين. لا إله إلا الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا
ولك عليهم أئمة ولك عليهم أئمة ذكر بقى يا دكتور. عليك يا محمد. جنوب افريقيا يا ابو.
يا ميسر ربنا ييسر الامر، ربنا ييسر الامر لنا ولكم الامر ان شاء الله. الله يتقبل يا سيدي ان شاء الله. الله المستعان، الله المستعان. ليش؟ حاضر يا شباب، حاضر. وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن Oh.
فرعون قوة عيني لي ولك. وقالت امرأة فرعون قوة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت قصيه
فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليهم مواضع وحرمنا عليهم مواضع وحرمنا عليهم المراضع وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراض وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون أن وعد الله
الحق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. يمن عليك المولى صلى وعلى القارئ تجلى اغفر اللهم لمن توفى ولمن كان هنا حيا بلسان عربي ذاكر وقلبا لله شاكر امتعنا معالي الدكتور قارئ الملوك والامراء والرؤساء والعمد ولا نراه دائما وابدا الا عند الاكابر فضيلة معالي الدكتور عبد الناصر سعد حرق. الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بكل من فيهم عائلة حرق يتقدمون جميعا لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا مشاركا واجب العزاء في ليلة تكريم الوالد والراحل الكريم عم الحاج عبد العزيز عز الدين حرق. يتقدم السادة الافاضل معلم ماجد والمعلم عنتر والمعلم السيد والمعلم وائل عبد العزيز حرق. ويتقدم الوالد عم الحاج فتح الجهري الحاج محمد عبد الخضير الجهري والاستاذ